مرحبا أستاذ شادي، وشكرا لكم على الاستضافة. حياك الله هشام. يعني حملة ملفتة، و يعني ربما من خلال الفيديو عرفنا الكثير من ما تقدمه هذه الحملة، ولكن يعني ضعنا بصورة تعريفية أعم وأشمل حول هذه الحملة. بالتأكيد، لقد قدم التقرير كوريبورتاج عن فعالية الحملة لمدة 10 سنوات. وباختصار شديد، الحملة هي شبابية تطوعية قام بها مجموعة من الشباب، وأنشئت في أكتوبر من العام 2010، وكان لها عدد من الأنشطة الفعالية والثقافية والإنسانية. الحملة تتركز على أو تأخذ أهم عدوين أو أخطر عدوين للمجتمع اليمني، وهما الفقر والجهل. ونحاول من خلال أنشطة الحملة أن نسلط الضوء على هاتين المشكلتين. وكما ذكر التقرير أن هنالك عدد من الحملات، منها حملة إنسان لإنسان، وحملة إسعاد إنسان، وحملة كتاب في أسبوع. كذلك توجد تفرع لحملة إنسان للإنسان، وهي حملة إنسان للإنسان تركيا، والتي يقوم بها مندوبو في ربوع المحافظات التركية بجمع التبرعات من المقيمين هنا في تركيا وتوزيعها على الأسر المحتاجة في اليمن. نعم، لكن أنت ذكرت عن تفرعات كثيرة وحملات كثيرة، أنت مشارك في جميع الحملات. أنا حاليا لست مقيم في اليمن، ومعظم الفعاليات ومنها كتاب في أسبوع وإسعاد إنسان تتم في اليمن. فمثلا فعالية كتاب في أسبوع هي فعالية أسبوعية أو شهرية، حاليا هي لا تقام بشكل مستمر بسبب الأوضاع الحالية التي نعيشها، ولكن بالعادة يجتمع منذ أعضاء المبادرة لمناقشة كتاب معين، إما كتاب طيب، يعني مع اجتماعي تعدد سياسي المسميات ثقافي. هنا هشام وكثر الحملات، ما الذي قدم؟ بالتأكيد، إذ حاولنا أن نلخص ما قدمته مبادرة إنسان بشيء عملي أو بأرقام إن صح التعبير، فحملة إنسان لإنسان في صنعاء منذ 10 سنوات ساهمت بتقديم أكثر من 1500، ما يقارب 1500 سلة غذائية، وتوزعت هذه السلة الغذائية، وزعت على الأسر الأشد فقرا في اليمن. وحملة إنسان للإنسان تركيا قدمت في نسختها الأولى في العام الماضي الدعم لما يقارب 226 أسرة، وكان هذا الدعم تلخص في ما يقارب 5 مليون ريال يمني. وحاليا نحن أطلقنا مؤخرا الحملة الرمضانية، وشارك فيها كثير من المتبرعين من تركيا، وتم جمع ما يقارب 16,000 ليرة تركية، وهي ما توفر الدعم لحوالي 60 أسرة. نعم، لكن كما سمعت في حديثك بأن عمر الحملة والمشروع 10 سنوات، بمعنى قديمة، ويعود الأمر إلى عام 2010، يعني كيف جاءت الفكرة منذ 10 سنوات؟ بالتأكيد، لم أكن أنا في الحقيقة الأمر من مؤسسي تلك المبادرة، وكنت عضواً، انضممت للمبادرة في وقت متأخر في العام 2014، ولكن لدي علاقة قوية تربطني بالمؤسسين، والفكرة كانت بسيطة جدا. بدأوها بالأصح بحملة مبادرة كتاب في أسبوع، وبعد ذلك في العام 2011 أطلقنا حملة إنسان للإنسان، لما رأينا أردنا أن نشارك الدور أو نشارك الفعالية هذه لما تعود بالنفع للمجتمع وبالدور المنوط بنا كشباب. فبدأت هذه الحملة في العام 2010، وهنالك ما يقارب 30 شاب وشابة مشاركين في هذه المبادرة. نعم، طيب هشام، يعني في الواقع في اليمن يعني هناك أسر ميسورة الحال، وهناك أسر محتاجة، وهناك أسر أشد احتياج. صحيح. يعني كيف يتم إيصال التبرعات للناس المحتاجة في اليمن، وما هي الآلية؟ نعم، قمنا بتصميم استمارة. هذه الاستمارة نحاول من خلالها
تحليل البيانات للأسر المسجلة لدينا، ولدينا قاعدة بيانات كبيرة تشمل الأسر الأكثر احتياجاً في اليمن. فهنالك ما يسمى بمعرف للحارات والشوارع، فنقوم بزيارة هذه الأسر شخصياً وجمع معلومات عنهم، وبعد ذلك يتم تصنيف هذه الأسر إذا كانت فقيرة أو متوسطة الدخل أو الأشد فقراً كما تفضل. نعم، طيب فيما يتعلق بتقديم الدعم لكم والتبرع، هل ما زال الأمر قائم فقط على حدود تركيا وحسب، أم أن الأمر أو الدعم تحصلون عليه من أكثر من دولة، أو أنكم أيضا تحضرون لتوسيع إطار الحملة حتى يتم جمع التبرعات من أكثر من بلد؟ نعم، كما ذكرت آنفا فإن الدعم منذ 9 سنوات وهو يقدم من اليمن من الأسر الميسورة الحال والتجار من الداخل، لكننا تقصد بدأنا يعني حملة تركيا مؤخرا في تركيا فقط؟ نعم نعم، كما أسلفت فتركيا حملة إنسان إنسان تركيا هي تفرع للحملة الأصلية التي توجد في اليمن. فحملة إنسان للإنسان تركيا بدأت في العام 2018، وأما حملة إنسان للإنسان التي بدأت من الداخل فهي في عام 2011. فالدعم يقتصر على الميسورين والتجار والعائلات الميسورة، وهنا في تركيا الدعم يقتصر على الطلاب، فنقوم بجمع ما يسمى باشتراكات شهرية. نعم، لكن يعني المصدر الأساسي في الحصول على الدعم، هل يمكن القول أن التجار لهم دور كبير في هذا الجانب، أم ما زال الأمر قائم فقط على مساعدات شخصية وكلا بما استطاع؟ لا أخفيك سرا أن التجار ورجال الأعمال يشكلون ركيزة أساسية للنشاطات التي نقوم بها، ولكن لا يمكننا أن نتناسى ونتجاهل الدعم الشخصي المقدم من بعض الأفراد. والدعم هنا أود التوضيح أن الدعم قد لا يقتصر على الدعم المادي، فهنالك دعم إعلامي وهنالك دعم بتقديم الخدمات أثناء التوزيع وما إلى ذلك. فرجل الأعمال والعائلات الميسورة والطلاب كلاهما أو كلهم مجتمعين يشكلون ركيزة لهذه المبادرة ولهذه الحملات مجتمعة. نعم، طيب هشام، فيما يتعلق بانتشار جائحة كورونا مؤخرا، هل أثرت على أعمالكم؟ بالتأكيد، لأن التوزيع حاليا قد يكون أصعب من ذي قبل، ويحاول الفريق في صنعاء وفي محافظة إب وكذلك في محافظة تعز أن يأخذوا الاحتياطات قدر الإمكان في التوزيع، حتى أن هنالك فكرة يتم تدارسها حاليا بأن نقدم قسيمة شرائية للأسرة المتضررة والأسرة الأشد فقرا، حتى نتجنب التخالط المباشر مع هذه الأسر ومع كم يقدر عدد الفريق في اليمن هشام؟ عدد الفريق في اليمن حوالي 25، هم يعملون بشكل تطوعي، وهنا في تركيا لدينا حوالي 22 مندوبا ومندوبة في 22 محافظة تركيا. جميل، طيب هناك الكثير من المبادرات يا هشام يعني تعمل على نستطيع القول فضح الناس وتصويرهم و زيارة منازلهم وتصويرهم بوضع غير لائق، وأيضا يعني تسليمهم الأشياء بنوع من المهانة، يعني هل لا أعرف يعني هل تجدون أن هذا أو مسألة التوثيق هي شيء طبيعي ومتطلب، أم أنكم تعملون بعيدا عن هذه الفكرة؟ نعم، نقطة أثرتها وهي أعتقد نقطة جيدة للغاية، لأن قد نشاهد الكثير من المبادرات أو الجمعيات الخيرية أثناء التوزيع تقوم بأخذ صور أو فيديوهات بحجة أن هذه الصور ستصل للمستفيدين حتى يتأكدوا من أن تبرعاتهم وصلت إلى الجهة المستفيدة حقا. أنا رأيي الشخصي أو ما نقوم به في مبادرة إنسان أثناء تعبئة الاستمارة على سبيل المثال،
نقول لهذه الأسرة أن معلومات الأسرة هي محفوظة في قاعدة البيانات لدى مبادرة الإنسان ولن يتم مشاركتها مع طرف آخر أو مع طرف ثالث. فعند التوزيع أو عند أخذ معلومات الأسرة سواء عنوان السكن أو أسماءهم الشخصية أو أعمارهم تبقى قاعدة البيانات محفوظة لدينا. وأثناء التوزيع بكل بساطة هنالك سيارة تتبع للفريق، نقوم بينزل اثنان ويقدم هذه السلة الغذائية. قد تسألني فكيف يثق المتبرع بأن تبرعه وصل؟ في نهاية كل شهر نقوم بتجهيز تقرير، هذا التقرير يشمل معلومات عن الأسر المستفيدة وليست هي معلومات شخصية، ولكن نقول أن في شهر مايو على سبيل المثال قدمنا الدعم لـ30 أسرة وهذه فاتورة بشراء المواد الغذائية وتم التوزيع في محافظة كذا وكذا وكذا، وقدمنا دعم مثلا إذا كان هناك أحيان نقدم دعم مالي للمساعدة في دفع الإيجارات المتأخرة على سبيل المثال، ونوضح ذلك بالتقرير ويتم مشاركته مع جميع المتبرعين لإرساء مبدأ الشفافية مع الجميع. جميل، لكن هشام يعني في ظل الواقع القائم و السيطرة الحاصلة في البلد لكل طرف يسيطر على منطقة، يعني هل يعني أمام هذا الواقع تواجهون صعوبات ومعوقات في أداء مهامكم على الأرض؟ نعم، الصعوبات التي نواجهها أستطيع أن أقول بأنها ليست ممنهجة أو متعمدة من قبل طرف من طرف الصراع أو من قبل جماعة من الجماعات. فالدعم الذي يقدم هو يقدم للإنسان اليمني بغض النظر عن فكره الذي يتبناه أو عن بغض النظر عن خلفيته السياسية أو الاجتماعية أو أي ما شابه. قد يكون الصعوبات التي نتواجهها هي مضايقات شخصية ولكنها كما قلت ليست ممنهجة أو متعمدة لشخص الحملة أو لشخص المبادرة، بل بالعكس بعض الأحيان قد نتلقى تسهيلات من قبل الجهات المعنية بالحفاظ على الأمن.